مساء الخير. بحب التبسيط وبيبدع بالشرح وبمحتواه البسيط والسلس استطاع انه يجذب ملايين المتابعين على كافة المنصات للمحتوى القيم يلي بقدمه. عيسى الحبيب صانع محتوى كويتي مقيم بدبي وقدر انه يقدم عبر اشرح لي اجابات عن اسئله بقيت عالقه باذهان الكتار حول امور بتخص بلدانهم واكلاتهم وحياتهم الشخصيه. منتابع. هاني يعان بطلب، تبي شيء؟ يا ريت تطلب لي اي حاجه معاك بس من غير لحمه. مصري ما ياكل لحم، شلون هاي؟ مساله اكل الناس للجثث ولحوم البشر شكك فيها بعض المؤرخين. هذا وحتى هذا هو نفسه هذا. الاي اي او الذكاء الاصطناعي صار يقدر يرسم اي رسمه تبيها مثل هذه اللي كان موضوع تحت حراسه مشدده ونجن الكل. منو سرق الكاس وين اختفى؟ طبعا الشركات الكبيره ما راح يقعدون بدون ما يسوون شيء، خاصه العم جوجل. شطف ومن خلال مراحل بسيطه وسريعه حولت الاكل المهدر لوجبات ممكن يتمناها اي محتاج. الخير ما زال وسيبقى للابد. معنا من دبي صانع المحتوى عيسى الحبيب. عيسى اهلا وسهلا فيك معنا بمؤثرون. بدايه اشرح لي كيف كانت بدايه، اشرح لي. اهلا وسهلا، السلام عليكم، مشكورين على الاستضافه. أهلاً. وعشان اجاوبك للسؤال بصراحه يعني حاب اشكر يعني منصه ناسيوز العربيه اللي هي حرفيا قدرت تخليني كصانع محتوى اشتغل مع اشرح لي وابني برنامج اشرح لي اللي انتم تشوفونه الحين. فبدايه كانت اجتماع بيننا وبين الفريق، حاولنا نفكر بموضوع برنامج جديد مو موجود بالعالم العربي بس الناس يمكن تحتاجه، فقلنا ليش ما نسوي برنامج مثل اكسبليند اللي موجود بنتفليكس بس نخليه بالعربي وحق الشباب. فهني انبنت مع فريق ناسيونز العربيه انبنى هذا البرنامج وانا قدرت اني احط مثل ما يقول ماي هارت اند سول انت، يعني قلبي وروحي بالبرنامج لين ما وصل الحين الحمد لله لنجاح كبير. طب اليوم عيسى البرنامج بيعتمد على تبسيط المواضيع يلي بتتناولوها، كيف بتقدر تحول المعلومات لشوية معقدة أو الصعبة بشكل سلس لتناسب جمهور السوشيال ميديا اللي نحن أصلاً عم نحكي واللي بتابعوك من مختلف الأعمار؟ صح معك حق، وهذا الشيء هي اللعبة مثل ما يقولون الفورمولا اللي احنا لقيناها من خلال البرنامج الحين قامت تتطبق. يعني في اللي انت قاعد تتكلمين عنه قاعد نعطيه بورشات، يعني في كورسز وووركشوبس قاعد نسويها نعلم الاشخاص كيف يبسطون المعلومه، لان هذا الاهم شيء من ان شلون توصلين معلومتك بالسوشيال ميديا، خاصه فئه الناس اللي يتابعون تيك توك مثلا او اليوتيوب شورتس، مثل ما نعرف اعمارهم صغيره. فهذا كان التحدي من بدايه البرنامج، شلون نصنع محتوى مثقف، محتوى فيه فائده وفاليو كبير، بس بنفس الوقت نوصل هالمعلومه لكل فئات المجتمع، الكبير الصغير وحتى اللي اعمارنا. فاستوعبنا ان المحتوى لازم يكون بطريقه كلامه، النص اللي ينكتب دائما لازم يكون مصطلحات بسيطه، ودائما يكون في نوع من الترفيه بالتوصيل المعلومه، لان الناس راح تمل اذا بس نعطي معلومات، فيحتاجون المشاهد يحتاج شيء يخليه يندمج بالفيديو، ووصلناها من خلال الترفيه ومن خلال التبسيط. طيب واليوم المواضيع كيف تختارها؟ لأنه كمان عيسى أكيد المواضيع اختيارها منه موضوع سهل، على شو بتركز خاصة وأنت عم تتوجه لمختلف البلدان بالعالم العربي وفي قصص بتختلف بين ثقافة بلد لثقافة بلد تاني، يعني كيف بتنقي مواضيعك؟ هذا سؤال حلو. بالبداية كنا نواجه مشكلة ما نعرف شنو توجه البرنامج، لأن كنا قاعد نجرب خاصة بالموسم الأول. إحنا الحين قربنا نوصل لموسم الثالث من الشرحي مع ناس نيوز ومتحمسين للبرنامج، بس بنفس الوقت بالبداية كان في وايد صعوبات إنه شنو نوع البرنامج، شنو التوجه، شنو المواضيع، فما كنا نعرف. بس بحال الله الحين بعد تجربة خلينا نقول سنتين مع هالبرنامج قدرنا نعرف توجه البرنامج بشكل عام.
فمعناته اشرح لي يقدر يشرح كل المواضيع، مو شرط بس مواضيع عن العرب، مو شرط مواضيع بس تخص مثلا دول معينه. نقدر حتى يكون موضوع علمي مثل ما قلت. ما في غير اكثر من الافكار. بس انت اليوم كيف تقدر تقيم وقت كنت بلشت ببدايتك لحالك وهلا انه صار عندك فريق؟ هل هالموضوع عم بسهل عليك ام انه حتى البرين ستورمينج يلي عم تحكي عنه ايام مثلا ما بتتفقوا دائما على نفس المقاربه المختلفه، في مقاربه مختلفه او دائما تقريبا بتتفقوا على طريقة طرح المواضيع؟ ما عادش حق. أنا بالبداية كعيسى كشخصيا عيسى لما كنت صغير كنت أصنع فيديوهات بالبيت، وكنت أنا منتج الفيديو وأصور الفيديو وكل شيء، فكنت أحب أني أشتغل على بروحي مع على عمل واحد. بس بعد تجربة مع ناس نيوز لما أول ما توظفت معهم وقدروا أن يعطوني فريق، حرفيا هم شجعوني أعطوني الإمكانية أن أكون لي فريق كامل، فريق عمل يشتغل معي عشان يبني هالبرنامج. فشنو قدرنا نسوي؟ أن نبني الفريق. أول شيء كنا شخصين، بعدين اوكي قلنا نحتاج نوظف شخص زياده، وبعدين طرحنا لمثلا بروبوزل، سوينا بروبوزل عشان ناخذ دعم عشان نسوي الموسم الثاني، والموسم الثاني كان يتطلب فريق اكبر لان كان طموحنا اكبر، كنا نبي نسافر، كنا نبي نيب كلاينتس ونشتغل مع جهات حكوميه اللي قدرنا الحمد لله الحين يمكن اشتغلنا مع 13 جهه حكوميه خلال هالسنتين. يعني انا وايد فخور بهالبرنامج اللي قدر مو بس يصنع محتوى بل يشتغل مع جهات عشان يسوق لحملات خيريه، حملات تسويقيه يعني الى اخره. فوايد فخور بهالشيء. والحين انا مرتاح. الايجابيات الشغل مع الفريق جدا كبيره. الناس مرات يعني تحس ان اذا كان فريق كبير يمكن ما يكون نفس الفيلينج ان تشتغل بروحك، بس لا، انا ايد المصطلح التوجذر از بيتر، انا اؤمن بهالشيء. معا افضل. طيب عيسى بدي اسالك على تفاعل العالم معك، هل يا ترى التفاعل من الاول لهلا بعدك فيك تقول انه بنفس الطريقه زاد او خف؟ وهل يا ترى انت بتسمع مقترحات ربما بيسالوك بوجهوا لك بعض الاسئله؟ سؤال جميل جدا، شكرا على السؤال. طبعا قاعد احس ان كل ما البرنامج يكبر كل ما يوصل لمشاهدات اكثر. الحين احنا نقدر نقول ان الحمد لله وصلنا عدد المشاهدات عبر التواصل الاجتماعي قريب النص مليار مشاهده خلال هالسنتين في موسم الاول وموسم الثاني من اشرح لي. فهذا عدد كبير من الناس. انا لما كنت اصنع المحتوى واشوف مثلا فيديو ياب مليونين او 3 ملايين مشاهده ما كنت اتصور ان هذيل فعليا اشخاص اللي قاعد يشوفوني. فانا لما اطلع الحين بالشارع واروح المجمع استغرب واحد شخص يقول انا كنت قاعد اشوف فيديو مالك اليوم وواحد يبي يصور معاي لان معجب محتواي. فهذا كان شعور غريب بالنسبه لي لان انا ما كنت متعود على هالشعور. فالتفاعل يزيد مرات خاصه اذا نزلت فيديو صاير له مثلا مده قصيره. مثلا في فيديو نزلناه كان عن مضيفه الطيران لما سافرنا مصر، نزلت الفيديو خلال هالاسبوع اللي انا كنت مسافر فيها، رحت الامارات ورحت مصر، الناس كانت تعرفني من الفيديو لان الفيديو كان صار فايرل او انتشر بشكل كبير خلال هالمده اللي هي اسبوع كامل. فالناس كانت تشوف اوه انت من الفيديو المضيف الطيران. فكان شعور جميل جدا. فطبعا نمر بهالحالات ان مرات الناس تعرفك وتتفاعل معك اكثر على حسب الفايراليتي اوف ذا فيديو. يعني عيسى يعطيك العافيه وشكرا كثير لوجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق. من دبي صانع المحتوى عيسى الحبيب، شكرا كثير لك.